مرحبا بكم متابعي قناة شمس القرآن على اليوتيوب. موعدنا اليوم مع قصة مشوقة ومثيرة وممتعة، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب. وقبل هذا والأهم هو ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الذي عنده علم الكتاب الذي ذكره لنا القرآن الكريم في قصة نبي الله سليمان والملكة بلقيس ملكة سبأ، الذي أتي سليمان بعرش بلقيس في طرفة عين؟ وهل كان عالماً حقاً؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال قصة اليوم. تابعوا القصة للنهاية وأخبرونا رأيكم في التعليقات، والآن إليكم القصة. تبدأ القصة في قرية هادئة حيث يعيش أسف بن برخية، وهو شاب ذكي وفضولي لا ينضب. يحب أسف بن برخية قراءة الكتب القديمة، وخاصة تلك التي تتحدث عن السحر والمعرفة. أثناء بحثه عن كتاب جديد للقراءة يصادف أسف بن برخية كتاباً قديماً غامضاً يعرف باسم كتاب المعرفة. ينجذب أسف بن برخية إلى الكتاب ويبدأ في قراءته بشغف. أثناء قراءته لكتاب المعرفة يكتشف أسف بن برخية أنه يحتوي على أسرار سحرية غامضة. يتعلم أسف بن برخية العديد من التعاويذ والطقوس السحرية من الكتاب، ويبدأ في ممارسة السحر ويظهر قدرات خارقة. ينتشر خبر قدراته في القرية ويصبح محط اهتمام الناس. يصل خبر قدرات أسف بن برخية إلى مسامع الملك سليمان، وهو ملك عظيم يحكم المملكة. يرسل الملك سليمان دعوة إلى أسف بن برخية ليختبر قدراته. يقبل أسف بن برخية الدعوة ويبدأ رحلة طويلة إلى قصر الملك سليمان. يصل أسف بن برخية إلى قصر الملك سليمان ويبهر الجميع بقدراته السحرية. يطلب الملك سليمان من أسف بن برخية أداء مهمة صعبة لاختبار قدراته بشكل نهائي. يطلب منه نقل عرش ملكة سبأ بلقيس من اليمن إلى فلسطين في غمضة عين. يقبل أسف بن برخية تحدي الملك سليمان ويبدأ في استخدام قدراته السحرية لنقل العرش. يواجه العديد من التحديات والمخاطر خلال رحلته من اليمن إلى فلسطين. يستخدم السحر والخيال في هذا المشهد لخلق مشاهد مثيرة وممتعة. ينجح أسف بن برخية في نقل عرش بلقيس إلى فلسطين في غمضة عين. يذهل الملك سليمان من قدراته ويمنحه مكافأة كبيرة. يصبح أسف بن برخية مشهوراً في المملكة ويعرف باسم ساحر المعرفة. بعد أن أصبح أسف بن برخية مشهوراً، يبدأ في استخدام قدراته السحرية لمساعدة الناس ومعالجة المرضى. يصبح رمزاً للخير والعدالة في المملكة، ويلهم الناس بالبحث عن المعرفة وتحقيق أحلامهم. في يواجه أسف بن برخية عدواً شريراً يسعى لسرقة كتاب المعرفة واستخدامه لأغراض شريرة. ينخرط أسف بن برخية في صراع مثير مع العدو الشرير، ويستخدم كل ما لديه من ذكاء وقوة سحرية لهزيمته. بعد صراع مثير ينتصر أسف بن برخية على العدو الشرير، ويحافظ على كتاب المعرفة من الوقوع في أيدي الخطأ. يكرمه شعب المملكة لبطولته، ويصبح أسطورة حية تلهم الأجيال القادمة.